اتفضل يا حبيبي. يا حاجة هاني، ما كانش فيه لزوم للمصاريف دي كلها، هو أنا غريب؟ خير حمادة يا ابني. خير حمادة، طبعا ربنا يا رب يكرمه ويعوضه خير يا رب. امال الست سوسن ما جاتش معاك ليه؟ بتتدلع يا ستي، قال ايه تعبانة ودماغي مصدعة، قلت لها ريحي انتي. تدلع ده ايه؟ ده انت اللي قلبك جامد. بعد العشاء هقوم اكلمها واطمن عليها. لا لا لا، مفيش داعي، هي سوسن كده دلوعة. انت حر انت واختك، لكن انا واجبة اطمن عليها برضو. امال ابراهيم فين؟ انا عايز اشوفه. ما هو العشاء ده عشان خاطر ابراهيم بس. انا هقول لك كلمتين وبعد كده اقوم افتح له. تفتحي له ايه؟ ماما قافله على ابراهيم بالمفتاح، اصل حصل كده حكايه امبارح بالليل. العربيه مش موجوده تحت. يا لهوي، يجوا خرج من ورايا. الحان يا صلاح، ابراهيم هرب. يعني ايه مش لاقيه؟ وانا كنت بعلف اقول اتفضل اتنايل دور على مطرح ما قلت لك. القرف ده. تكون راح فين بس؟ مفتاح اهو، مش عايز فضايح ولا عايز مصايب يا هيما. عيب عليك، ده احنا اخوات. عد بقى الجمايل. ها، عمال تقول لي اخوات اخوات، عد يا سيدي الجمايل اللي انا عمال اعملها معاك. طب اركب اوصلك. لا، انا راكن عربيتي هناك. طب اتكل على الله. يا لا. بقول لك ايه، انا عايزك تخلي بالك منه كده، وعايزه يفك النحس اللي عنده. ها منالي يا اوك، انا عايز الواد يفك. حاضر يا عينيا. سلام. شويه وهيفك. سلام. يلا ليلتك زي قلتها. بقول لك يا هيما، العربيه الجميله دي بتاعتك بجد؟ يا بنت، ده اقل عربيه عندي. الله، دي جميله قوي. بقول لك ايه، ما تيجي نلف بيها زيرو، دي جميله قوي. إيه؟ احنا هنطلع فوق نرتاح شويه وبعدين ننزل نلف. ليه؟ ما نريح العظمتين هنا، دي شرحه وبرحه وجميله. ولا انت مالكش في شغل العربيات؟ لا عربيات لا. بسم الله، انت ايه خضتني كده ليه؟ لا انا ما بحبش السياحه، انا بحب اشتغل في صمت. اوكي ولا مش اوكي؟ احبك يا اوكي لما تعوز تفوق. قشطه. انزلي. جميلة يا خرابي، جميلة حلوة يا بنت. يلا يا بنت المفضوح. يا لهوي يا لهوي، ايه الجمال ده؟ هو انتوا بتجيبوا الفلوس من اي حتة؟ ادخلي يا اخويا، نور النور بقى يا بنت. هي حلاوتها في الضلمة كده. لا يا اخويا، انا بخاف من الضلمة، حاسة ان حد بيبص علينا. شكلك مالكيش في الرومانسية خالص يا اخويا. رومانسية ايه بس اللي انت بتقول عليها؟ ايوه كده. تعال يلا. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. طب يا اخي سلم الاول، ولا من ليه احبابه نسي اصحابه؟ يا لهوي، مين دول؟ اصحابك؟ لا، اصحاب اخويا. ازيك يا عصام بيه؟ ده برضو اللي اتفقنا عليه يا استاذ ابراهيم؟ ولا ده اتفقنا يا هيمة؟ شكلك بوظت كل اتفاقاتك. اديها حسابها عشان تمشي فيه بينا كلام. حسابي وصل. انت شكلك كده نحسك دخش. ابقى تعالى لي يا حبيبي على العنوان اللي اتفقنا عليه. ليلتك زي قلتها يا بابا. هجي لك يا مجل. ولا ما تجيش؟ استني يا عروس، رايحه فين؟ خير يا عينيا. ما ناخدها للباشا اللي عايز يشوفها. نعم. بقول لك ايه، فوق لي نفسك واعرف انت بتكلم مين. ده انا منال. اوكي يا حبيبي. اوكي. ما خلاص بقى منال، بلاش فضايح، اتكل انت على الله. جابوا الخايبين نقر قبل النقر ما تغلى. اوكي. شفت لك.
عم فرج. شكلك كده لسه مصحي. صباح النور. دمرت حياتي يا ابراهيم، انا مش عارفه اعمل ايه، حياتي كلها اتدمرت. وكل ده ليه؟ انا ما غلطتش اني شفتك وخرجت معاك. هدي نفسك. ايه اللي حصل؟ بابي بيتعامل معايا على اساس ان بنت منحله بتاعت شبان وسام. طب ليه ما شرحتلوش الحقيقه؟ ليه ما قلتيش ان الضابط مسكنا من غير ما يكون في حاجه؟ مش عايز يسمعني، وقرر انه يقفل المكتب ويجوزني ابن اخو التخين ابو كرش ويسفرني معاه امريكا. الاسكندريه كلها مالها سيره غيري. انا انتهيت خلاص يا ابراهيم. قومي معايا، انا هشرح لباباكي كل حاجه. اقوم معاك فين بس؟ انا وبابي وصلنا الحيطه مسدوده ومبقاش في كلام ينفع. انت السبب يا ابراهيم، انت السبب. انا ما عملتش حاجه. في ايدك تعمل، تساعدني وترحمني من التخين ابو كرش. كل اللي هطلبه منك انك تتقدملي وتطلب ايدي من مامي. انا عارفه ان احنا ما نعرفش بعض كويس، ان المفروض ناخد وقت اطول عشان ناخد الخطوه دي، او كان ممكن ما ناخدهاش اصلا. بس انا ما قدميش حل تاني، اوعدك بمجرد ما نتخطب انا هحلك من اي ارتباط. انت عارفه انه شرفني، بس باباكي ممكن ما يوافقش، خصوصا ان ما عنديش شغل وما كملتش دراستي. من الناحيه دي الطم، انا هقول اني بحبك وهموت نفسي لو ما اتجوزتكش. ها قلت ايه؟ بقى حسن النشرتي كلب زي ده يمرمط اسمه في السوق. لا اسمع، انت تاخد رجالتك وتحط اربعوه على دماغه. كات، فين الريش؟ هتقولي الريش؟ انا قلت كده، انا قلت ما يعملش العمايل دي غير الزبط ناصر الشرقاوي. يا ابني انت بتجيب الناس دي منين يا ابني؟ مفيش مره تغلط وتجيب لي حد كويس يا باشا. عم شكر راجل قديم، مش اول مره يشتغل. ما تقوليش قديم ولا جديد، ده اوفر وفوق الاوفر كمان. طب يا استاذ من فضلك، يعني قول لي حضرتك عاوز ايه وانا اعمله. استاذ من فضلك، انا ما بتكلمش معاك انت، من فضلك. ناصر الشرقاوي بريك. ده ايه العظمه دي يا استاذ؟ الله يخليك. ايه يا عم شكري، انت مش فاكرني ولا ايه؟ والله يا ابني العتب على النظر، معلش. فاكر عم اسماعيل بتاع سينما النهضة؟ عم اسماعيل. انا بقى سعيد. اهلا اهلا. عم اسماعيل ده ندل الاندال على فكرة، ليه اكتر من 3 سنين لا سمعت صوته ولا شفت وشه. لا ما انت مش هتشوفه تاني. عم اسماعيل الله يرحمه. مين فيكم الحرامي؟ الحرامي؟ انت الحرامي؟ انا لا طبعا يا فندم. يبقى انت ابراهيم. ايوه سعادتك مظبوط. انت عارف انا ليه بقول عليك الحرامي؟ ليه يا باشا؟ لان الحرامي هو اللي بينط من الشباك وبيسرق الحاجه اللي مش بتاعته، وانت بقى سرقت بنتي. يا فندم احنا جايين نراضي معاليك ومستعدين لاي طرديه تؤمر بيها، ولا يا ابراهيم؟ طبعا يا صلاح بيه يا باشا، عشان كده انا جاي اوضح لحضرتك الصوره. صح، اسكت انت، اتفضلي انت يا هاني بتكلمي. احنا سعاده الباشا عايزين نجوز ابننا لبنت حضرتك. المدموزيل اللي واقفه جنبك دي بقى تبقى بنتك؟ ايوه حوريه، اخت العريس. وحضرتك يا هاني بترضي تجوزي بنتك لواحد ما بتثقيش في اخلاقه ولا سلوكه؟ انا مش موافق على الجوازه دي. دادي حرام عليك يا دادي. لا يا بنتي، انا مش موافق على الجوازه دي، بس انا بحبه وما اقدرش اعيش من غيره. ليه كده بس يا بنتي؟ ليه دايما تزليني وتقصري رقبتي قدام الناس؟ الحب عمره ما كان ذل، الحب اسمى معاني الوجود. اذا يجيب شبكه بربع مليون جنيه. هيجيب يا دادي، هتجيب يا ابراهيم. احنا هناخد دي كام كده؟ الحساب بقى 224,000. لا دي مش حلوه، انا هاخد دي. لا ما مش ليكي، دي بره الحساب. اوكي اتفضل. دي عشاني انا. ما هو مش معقول برضو ان احنا نجيب شبكه وما نجيبلكيش حاجه. شكرا. العروسه عايزه حاجه تاني؟
اه كده كده كفايه الحمد لله. على البركه. 224؟ ايوه 224. عد فلوسك. شكرا. عزم عبوها لوحدها هتتصرف ازاي هي؟ عليا النعمه نهين عليا اجيب كرشك واخلص منك. عايزني اقول للراجل ايه؟ احط عيني في عينه ازاي؟ انا بس اللي مستغرب له مين نشر الاعلان ده؟ لا وايه؟ اعلان بصوره قد كده ده رجبي قلبي كان هيتجنن وقف يتنطط هنا قدامي زي الكره الكاوتش. بص بقى احنا احلى حاجه نقوم ننام وبكره الصبح نفكر ازاي نسد الاخرام دي. اخرام ايه؟ ما هو اللي حصل ده يفتح علينا فتحه. اخرام عند جريلا اولادها وخرام عند عم رجب، لو ما فناش الاخرام دي هيبقى ده اخرنا. خلاص نبتدي بعم رجب الاول. عم رجب اخر حاجه. بتبيعنا يا سعيد؟ لا بحسبها صح. ايه يا عريس مش هتيجي تتغدى ولا ايه؟ هتجنن يا حوريه، عزه قافله تليفونها من امبارح. طب وايه المشكله يعني؟ ما يمكن نايمه ولما تصحى اكيد هتكلمك، يلا عشان تاكل. روح انت انا ماليش نفس. يقطع الحب وسنينه. بقول لك ايه؟ انا مش ناقصك. ماشي، طب يا رب ما تردش عليك خالص. يلا يا رخم.